بتاع البطوله، ودي تاني مره نكسب الفرقه ديت. بس الحمد لله احنا كنا كويسين، والنهارده كنا لاعبين ماتشين في يومين، بس الحمد لله كنا واقفين على رجلينا. النهارده كنا في ايدينا نجيب جون واثنين وثلاثه، بس الحمد لله يعني النتيجه 2-1. الحمد لله على البطوله، احنا النادي الاهلي طبعا. لا كابتن سيد اتكلم معانا ان احنا الحمد لله ماشيين كويس قوي من اول البطوله، واي نعم كان في ضغط ماتشات بس احنا متعودين على كده، وطبعا درسنا الفرقه وفرجنا على فيديوهات ليهم، وقعدنا طبعا في محاضره طويله قاعد كابتن سيد اتكلم معانا عن المهاجمين عندهم، وان احنا نقابل من ورا من اول النص، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. انا طبعا قبل الماتش كنا بنتكلم ان احنا عايزين نلعب لعبنا ونعمل اللي علينا، وربنا اللي كاتبه كده كده هيحصل. وما بين الشوطين كنا متعادلين، فظبطنا حاجات في التاكتكس ونزلنا تاني. الحمد لله سبحانه وتعالى على البطوله النهارده، وهو ده النادي الاهلي. وطبعا بشكر كل اللعيبه وبشكر الجهاز الفني كلنا، اللي هم لعيبه كانوا رجاله، استحملنا ضغوطات كتير. كنا في يوم لعبنا ماتشين ورا بعض برده، الحمل مع فرق اوروبيه، فانت الحمل برده كان قوي، بس الحمد لله قدرنا نلعب معاهم وخدنا البطوله الحمد لله. طبعا اول حاجه اقولها هتبقى الحمد لله، ونشكر زد طبعا على البطوله الجميله اللي هم عاملينها دي، وعلى يعني خبرات مع الفرق الاوروبيه وكده. وطبعا بشكر النادي الاهلي كله بالكابتن خالد ديبو لحد اخر واحد، وكابتن سيد والجهاز الفني. طبعا اشتغلوا معانا من اول السنه كويس قوي، وكانت حاجه ظلم لينا ان احنا ما نكسبش الدوري، فطبعا قلنا ان احنا نعوضها في البطوله دي، واللعيبه كلها عملت كل اللي عليها. كانت ماتشات صعبه طبعا عشان فرقه من بره وطرق غريبه وريتم اسرع وكده، بس الحمد لله طبعا بشكر اللعيبه على اجتهادها والجهاز الفني. والله انا بدي البطوله دي ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي والاولياء الامور اللي جم سندتنا طول البطوله. ده تعويض عن الدوري؟ الحمد لله من اول الموسم بنجتهد عشان نجيب بطوله للنادي تعمل لنا اسم حتى، والحمد لله كسبنا البطوله. طبعا نحب نادي الفوز لكابتن سيد غريب وكابتن خالد بيبو وكابتن محمود الخطيب، لان هم بيسندونا من اول السنه طبعا، واي حاجه بنحتاجها هم بيوفروها لنا على طول الحمد لله. نفس اللي هو قاله بالاضافه لعيلتي. طيب قولوا لي بقى عن اصعب لحظات البطوله النهائيه. طبعا كل الماتشات صعبه لان انت بتلعب فرق اوروبيه وكده، بس احنا طبعا الاهلي ما فيش حاجه صعبه علينا الحمد لله. الحمد لله البطوله من الاول كانت صعبه، واحنا كنا من الاول كنا واخدينها بجد، وكنا كل ماتش كنا بننزل مع بعض ومحدش بيزعل حد، والحمد لله ربنا كرم مجهودنا بالبطوله. والله الحمد لله ان احنا بنشكر ربنا وبنشكر الجهاز الفني واللعيبه كلها، احنا تعبنا واستحقنا ان احنا ناخد البطوله. يعني لعبنا فرق في اول ماتش فاينورد وغلبناها 3-2، وبعد كده لعبنا فيتوريا غلبناها 1-0، وعملنا اداء كبير ونستحق البطوله، واحنا تعبنا، وده بيبين ان مفيش فرق بين الفرق الاوروبيه والفرق المصريه، وادينا شايفين اهو ده احنا اللي خدنا البطوله والحمد لله. طبعا الحمد لله يعني بشكر ربنا وبشكر الجهاز الفني كله، احنا بنشتغل على البطوله دي من زمان، من اول ما عرفنا اللي في بطوله عشان احنا قصرنا في الدوري السنه دي، فقلنا نعوضها بالبطوله. الحمد لله يعني كسبنا 4 ماتشات ومحدش قدر يكسبنا الحمد لله.